ها نحن اليوم بطريق تزولت التابعة لولاية باتنا لنقل انشغالات المواطنين وصبر آرائهم حول التنمية المحلية في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة ظل على مشارف الولاية. غياب تام للهياكل، غياب تام للملاعب الجوارية، الحدائق، الأمن، والمواطنين سيوفونكم بانشغالاتهم أكثر منا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، معكم العبد الضعيف من لقسو فريد المدعو عماد رئيس جمعية حي الإخوة الشهداء من لقسو. هذا الحي الذي يتسع إلى أكثر من 25,000 ساكن ويعد من أكبر أحياء في مدينة باتنا. هذا الحي المهمش، نحن هنا اليوم لنقل انشغالات ومعاناة هذا السكان منذ سنوات، منذ أكثر من 4 أو 5 سنوات معاناة. نحن هنا لنقل انشغالات بالتفصيل إن شاء الله. بداية هذه معاناة ساكنة حي طريق تزولت الذي يعد من أكبر الأحياء في مدينة باتنا، الذي يقطنه أكثر من 25,000 ساكن لا يتوفر على أدنى شروط الحياة من مرافق عمومية، في سبيل المثال متوسطة، فرد متوسطة في هذا الحي فيها أكثر من 1700 تلميذ، ليسي ما كانش، ماتيكو ما كانش، طرقات مهترئة غير معبدة. أبسط شيء، وحنا في 2021 ما زالت الناس في ليفوس، ما زالت الناس ما عندهاش لاسينيسمون، ما زالت عندنا نحقق حلم تاع مواطن بسيط أنه ينوض الصباح يروح يصلي الفجر ولا يروح صلاة العشاء ولا يخرج الأولاد في الليل يلعبوا. الكليراس بيبليك ما كانش. هذا المسؤولين انا اوجه الى هذه الانشغالات الى السيد ولي الولايه، لانه المسؤولين هذو يعرفونا كل 5 سنين، كل ما تكون انتخابات ويجي واش خصكم ونديروا لكم ونديروا لكم على اساس عندهم اغراض واحده اخرى. حنا هنا المسؤولين فوتيو عليه لازم يشوفنا كل يوم، كل شهر يتفقدوا، وخاصه المسؤولين على المستوى المحلي. لهنا عندنا حنا كليراج بيبليك ما كانش، عندنا الاولاد اللي هنا من ابتدائيه، عندنا 2 ابتدائيات على مستوى هذا الحي و2 ابتدائيات على مستوى الانصار وحي المنطقه السفلى. ثانويه مركز الشرطه عماد. انا جايك. مركز الشرطه ما عندناش، ديما يتحسونا باللي ما كانش الارض مش باه نشريو، وبالمقابل كاين الارض اللي مجاوره للمتحف تاع المجاهد، ارض تاع الدوله ما فيها حتى مشاكل، تقدر تسجلنا ثم مشروع تاع امن حضاري. زيد بالزياده الماتيكو ديما تحشنا ما عندناش الارض، كاين اللي مستعد انه يمد الارض وكاين مستعد انه يبيعها بمبلغ رمزي بغيه تمشي تنفسوا هاد الولاد وين يروحوا؟ وين يروحوا؟ ما عندهمش، اما يروحوا البوقال، يروحوا لتزولت، يروحوا بركة فوراج يلعبوا. في الاحياء الاخرى فيها لي ماتيكو بالرابعه والخمسه، طريق تزولت ماتيكو ما كانش. كليراج بيبليك تعيط المسؤول الاول على الاناره العموميه في بلديه باتنا واللي هو مدير شركه كريم بات، يقول لك عيط للمير، والمير يقول لك ما كانش لي لومب. حنا ماناش، حنا نمشيو مع الحق، ماناش راح نمشيو مع هذا ولا مع هذا. حنا اللي يخدم البلديه ويخدم الولايه ويخدم الجزائر واللي يخدم الوطن رانا معاه بلا مزيتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوتي السيد الرئيس على وجه ربي، شوف انظر شوف، عندنا راهو يعلم بينا ربي، عندنا منين كان عهد ماروك رحنا نشكيو ما خلينا، قالوا لنا روح لادوش، لادوش قلنا روح البلديه، من هذا لهذا والله ما سمعوا لنا. قال شي واحد المسؤولين تاع البلديه كي كان ماروك عطانا لي بوردور وعطانا التفنه، جا الواد اداها، حنا رانا نعانيو السيد الرئيس، راه واحد ما يحس بينا، لا عندنا لا ضو، لا ما عندنا الطرق مقفولين، يعني بينا ربي في الليل في النهار. ولادنا يشوفوا ربي، جامي شفنا الطبي هذا نشوفوه غير كي نهبطوا الطريق السيونال، لان الطريق يديه اي واحد، يديه المسؤول اللي عنده، الناس اللي لاباس بهم يزوقوا لهم، يبنتروا كل نهار، يبنتروا في لي بوردور في الطريق. امي اطلع لفوق تشوف السيد الرئيس، والله يا الرئيس رانا نعانيو، ونطلبوا هذه المراسله هذه تروح للوالي. ما امي كي كان ماروك كان شتاه واش هضروا فيه من الصحراء، طلع وشاف من ماروك ورواح وين روحوا، يقولوا لنا راه
راك ما استنى، رانا عندنا بغينا نعاودوا الماء، عندنا 5 سنين وين نروحوا البلديه يقولوا لنا بغينا نعاودوا الماء. قداه نعاودوا الماء؟ عندنا 7 رواد عندهم 20 سنه، عندهم 20 سنه هما مفينيين، ما كانش بلاصه فيد. قال شي واحد السكنات ربي يبارك والله يا طبي هذا غير نشوفوه غير كي نهبطوا الطريق ولا نهبطوا. قال شي واحد البلاد ودراهمها محطوطين، وين نروحوا المسؤولين نشكيو ويقول لك استنى نعاودوا الماء. الماء هذا راهو الدنيا كامل راهو مدوا المقاول اللي حاكم. تروح الولاية تخنش لا تلقى بو يحيى، تروح لأي ولاية 48 ولاية فيهم بو يحيى يعطلوا فينا. احنا نهضروا هو يقول لك راهو يخدموا في الماء. الراي شوف لحوالنا راهو يعلم بينا ربي، راهو وين تجي الحمله رانا نضروا ونضروا اي واحد عنده سياره، اي واحد يخرج حفيان وما عطيك وات. والله يا ولادنا راهو يعلم بهم ربي، نخرجوا ليشمول نلقاو كل نمشيو كل 100 كل زوج كيلو نلقاو معطيكو في العطيل. هنا والله هي طريق تسجلت بارتو، والله ما فيها معطيكو، ولادنا ما لقاوش وين يلعبوا. نقدموا الرساله هذه للوالي ولايه باتنا، حنا سكان حي طريق تسجلت نطلبوا هنايا يديروا لفته يجيو هنا طراش والي يتقدم هنا عندنا الميدان ويشوفنا طراش واش رانا خاصين. كما هنا نحكيو على الاناره العموميه، الاناره العموميه حنا رانا نشريو في لوم من صوارتنا حنايا. الشعب بعد هو اللي يجي يشري ليكليراج ويركبوا، زيد سينيسمو ما كانش، الطابي ما كانش، الطابي مشاو خدموا لنا 20% 80% ما كانش، خدموا لنا 20% داروا لنا لي بوردور، داروا لنا التوفنا. 5 سنين حنا نعانيو، دوكا عاد واحد كيخرج من دارو ابسط حاجه ما يقدرش يهبط يشري حتى حاجه، ابسط حاجه يقدر يمشي هكا. في الغرقه ما كانش، الغرقه تجي طالع بعد الغرقه كاينه ما كانش، طابي ما كانش. تهضر مع رحنا قدام خطره البلديه عاد ابسط واحد في البلديه يقول لك انتم ديما تريكلاميو ديما تجيو هنا، احنا عندنا 5 سنين من العوده تاع ماروك احنا نريكلاميو على الطابي باش يجيو يديرونا. الطابي ما كانش، وين نروحوا لقاو البواب مسكرين في وجوهنا. اعطيو لنا الطابي اخويا، اخدموا لنا الاناره العموميه، اخدموا لنا سينيسمو اخويا، ديو لنا الماتيكو الاولاد. الاولاد ما كانش وين يلعبوا، ما كان حتى حاجه لنا في طريق تزولت. عندنا الشروط ما كانش، احنا تسمى كي تخرج هنا ما كانش. الولايه الولايه وين يكون اسمها الوالي بعيده علينا 3 كيلو، عاد يجي واحد من الدوار يقول لك انت ساكن في المدينه يضحك علينا. تلقى واحد في الدوار عنده الطابي فايت على الباب تاعه وحنا اللي هنا. حنا انا مازلنا منطقه الظل السماء بعيده، كيما السبيطار بعيد علينا 2 كيلو. قالوا كان تعيط سياره الاسعاف ما تجيكش، يقول لك انا ما نخرجش نجي السيكوس. عاد الكاميو تاع البلديه الشيفور تهضر معاه تقول له روح هز لي لابوبال من قدام الدار، يقول لك انا ما نطلع السيكوس اخويا رجلو طابي نجي نهز لك لابوبال. ولابوبال كاينه الفوق، وكان الناس عاد طيش الفوق طيش لنا قدام ديارنا احنا لابوبال. ما كانش حاجه ما كاينه، حنا نطلبوا من والي ولايه باتنا يجي يدير لنا لفت اخويا، يجي يشوفنا واش رانا خاصين. عندنا مطالب بزاف حنايا، عندنا طابي، عندنا سينيسمو، عندنا الكليراج. ثاني كليراج ما كانش طول شهر تاع رمضان هذا فوتناه، الناس تروح تصلي التراويح في الظلمه، اللي عنده تليفون واللي ما عندوش تليفون سما ما يروحش يصلي التراويح، يصلي في الدار. السلام عليكم خويا، احنا عندنا مطالب يعني بزاف ورانا محرومين، وحنا المنطقه تاعنا راهي تقريبا نصنفوها من منطقه الظل، فهمت؟ عندنا امور بزاف، كي شغل رانا ماناش عايشين لهنا، كي شغل رانا في بلاصه معزوله، لا طريق تصلح، لا ما لا شوف لا زيكو سينيسمون ما كانش، طابي شوف نقول لك رانا محرومين. قداه نسانا لهن رانا نديو في الوعود الكاذبه، المسؤول اللي يجي لهنا يقول لك ندير لكم وندير لكم وندير لكم، وين يستغلوا خاصه الايامات تاع الانتخابات. عندنا بروجيات لهن جاو تكيلوا منا هناونا نديروا 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 ارواح نديروا لكم ارواح نديروا لكم، ما داروا لنا والو. كيما نقولوا السينيسمو المرافق العامه بصفه عامه، الاناره العموميه ليامات هذا مبدز تخدمت كي عاد فيها انتخابات، كل واحد يجري على مصلحته. حنا نطلبوا من الوالي هذا والي ولايه باتنا يجينا خويا للحين تاعنا يشوف بعينه، يشوف كيف رانا نعانيو، يشوف المواطن كيف راهو يعاني، الناس راهي تعاني، فهمت؟ فهمت؟ طريق تزولت هذه راهي محرومه تقريبا من 30 سنه وهي محرومه،
واش من اكبر حي هنا هو طريق تزولت، ناس راهي تعاني، عندنا ولاد يقراو في الشتاء قسم بالله يا الويدان، نخافوا عليهم، الغرقه فهمت، المدارس ماهوش مدارس، عندنا الاكتظاظ، شوف رانا نعانيو، راهي راح تصرانا كيما هذاك اللي قال لك الكوكوطا وراح تكلاطي. احنا سكان طريق لومباز، عندنا مشاكل بزاف، منها ليكليراج بيبليك، لاسينيسمون، الطابي، لومبيلونس ما تجيناش، منطقة ظل في وسط باتنا، احنا هما منطقة ظل في وسط باتنا، احنا نطلب من السلطات يشوفوا لنا. انا 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 اخر انا هذو السكان هذو اللي الاخر خلاص عنده 30 سنة، انا من 2010 شريت هنا ونبني هنا، من 2010 انا عندي 12 سنة وانا ساكن هنا، ما كان والو، اسمها هذه لحقت عليه من 2010، كاين اللي قبلي ب 30 سنة، ما كان والو، عندنا من فوق تصب النو يهبط كلش للطريق، تقفل الطريق، يجيو السلطات، يجي الوالي، يجي شاف دار، يجي ذيك يحكيو يقول لك باللي هاي دير منا، ومن بعدها العام الجاي كي تصب النو يزيد يعاود يجيو نفسهم هما بعد، نديرو من رانا في 20 سنة هما كل الولات، المياه، اللي شاف دايرة، اللي فاتوا على باتنا كل، على بالهم اللي طريق لومباز كي تصب شوية نو تقفل الطريق، طريق حيوي منا يدي لتونس، يدي لتبسة، يدي لخنشلة، مفرمي، الطريق الفوقانية قال لك تقشف نحوها، عاودوا البروجي داروه من مركونة وروح لهيه، من مركونة هنا ما كانش، احنا ماناش من باتنا، احنا تما طابي لاسينيسمون، الجيران هما اللي داروا حاشاكم الزيقوات والاخر، تما تاع حي شعبي، كيما الطابي، منا ورواح، خدموا لي بوردير تي في سي، ما يديروا الطابي، راح يتقدق على الطابي باسكو ماهوش خادمين لاسينيسمون، لا ليتيد، يجي لنا دير ليتيد تاع كارتي زوج ثلاثة، وتخلي ربع كارتيات وتروح كارتي سادس سبع ثمن، ما فهمناش حنا هذا اللي من ليكول المسجد تاع مسجد عبيدة، ما نعرف حنا مصنفين، ماناش مصنفين خلاص. بلدية باتنا يصنفوها يديروها طريق لومباز، بلدية طريق لومباز، يخرج مير وحده وكلش وحده، احنا رانا أكثر من توتا، احنا أكثر من عين ياقوت، وأكثر من مروانة. شوف بالنسبة للمتوسطة، جا الأمين العام عطانا ويكلاس، عندهم شهرين يتمسخروا بينا ما بداوهمش، وعندنا 2000 تلميذ السنة راح يكون في المتوسطة 2000 تلميذ، على 27 حجرة، طيح لنا 68 في القسم، أسكو في لون في طريق نص طريق. يقراوا 68 في قسم 68 في القسم، وعطونا الملحقة قرونا فيها عام، ومن بعد حوزوا لنا ولادنا درناهم السنة اللي كانوا مش تفوش ما يقراوش، السنة كي روحنا شكينا مدير التربية قلنا لهم كيفاه ديروا لنا غير الزهور، يجيبوا لنا السنة سي موسي بوجلا اللي يقول لك السنة راح نديو لولاد صلاح الدين ذراع وترونسبور ما كانش، كيفاه يديه من هنا يسكن هنا ويديه حتى لصلاح الدين ذراع ويديه من الزهور، اسكو هذا ولا خلينا هذا يعني لازم بالنسبه للمدرسه تاع السيام، فرد متوسطه فيها 2000 تلميذ، السنه راح يكون عندنا 2000 تلميذ، ماهيش والله مجيب يدير حاجه، الطرقات تشوفوا فيهم كان والو، جانا الامين العام هنا قال لك الطرق راح نداو فيهم راهم يتمسخروا، قال لك نكملوا الماء وراهم طرق ما كملوش الماء، هي لا قال لك منا كملوه تايها، تايها صحيح، ما كانش الماء ما خدموش الماء، هما يقولوا داروه تايها على العلم لله، المهم احنا نص الطريق هذا راهنا حطمونا سواء في التعليم ولا في الطرق ولا في الكهرباء ولا في الغاز ولا في الصحه، ما عندنا والو، تقول على البنات تروح الصباح اذا ما عندكش مريض يقول لك كيفاه الحجر منا كذا، ما تقزاز المريض تاعك تروح لومباز ولا تروح السبيطار السياشي، للمتابعين ما على بالناش المتابعين، لا تابعين تزولت، يقولوا لا تزولت نروحوا، إذا قال لباتنا خويا يجيبوا يشوفونا، هذا مكان، أمي قضية المدرسة لازم يشوفوا لها الحل إيرجون، لو كانت السنة 2000 تراسر ما يقراوش، المقاول هبطنا عنده قال لك ما نجيش نخدم، هاو حفرنا وحلينا الباب، عادوا المعيز راهم داخل المتوسطة، العساس ما كانش.
وهذه هي وشكرا. العام اللي فات في العيد الكبير عندها عام دوك تقريبا عام ثلاث ايام ما كانش تريسيتي، كاين ناس فزلوا لهم اللحم فزلوا لهم الجزرات ثلاث ايام نروحوا لسونار غاز ريزومو اتصلنا بالجمعيه هما اللي عيطوا لسونار غاز جاو دي باناونا لحد الان مازال ما خدموش المشكل هذاك تاع كونيكتور يروح ويجي خمس خطرات في النهار فريجيدار كيف يفسد لك ب 7 ملايين ولا ب 8 ملايين يسلكوا الزوالي هو مش لا تيبيك الفاتوره تجيك للدار يقول لك الله يسهل لك سلكها حنا ماذا بينا يرونفورسيونا تريسيتي على وجه ربي العالمين الشيء اللي هضروه الجماعه من قبل اضافه الاناره العموميه تريسيتي رونفورسيوه بوش كانوا 200 دار ولا 4000 دار لامجي لازم يخدم البلا بيرمانونس ينقصوا على ليزيرجونس ينقصوا اخويا الضغط بوزورا نحلوا لهم ليزيرجونس دوار ديست عندهم ليزيرجونس عندهم امبيلونس حنا ما عندناش 12 يقفل وربعه يقفل ما عنده حتى معنى اللي عنده مريض مع الحجر ويراه يخرج خويا العزيز حنا يشوفونا حل التريسيتي تشعل كليماتيزير في الصيف ما يمشيش يطلق السخانه الفاتوره تسلكها بورية الماء بالتريسيتي ثاني لو كان تخطيك التريسيتي ما تطلعش ما تعمرش لا بومب التريسيتي تاعك ما تعمرش هذه هي التهيئه الحضاريه قنوات الصرف الصحي منعدمه رانا في مشاكل نتخبطوا فيها من 2007 انا شخصيا من 2007 ولا كان بغيتوا تجيو تصوروا وتشوفوا لندر ورانا ساكنين تفضلوا السلام عليكم اعطيونا طريق هنا عندنا 20 عندنا الطبي بارك الله فيكم هنا عندنا 20 سنه هنا نعانيو في الحي هذا تاع طريق تزولت بارك الله فيكم والمشروع نتاعنا وخدموه مازال ما كملوش مازال ما كملوش و 4 ملاير و 200 مجدين محطوطين وحنا لا مغبونين هنا في طريق تزولت لا شيء لا كليراج لا ما كملونا الماء ما كملونا شيء رانا المغبونين في طريق تزولت بارك الله فيكم يا اخواني اللي يجي بريكول ويهرب وخلينا الدودانات وخلينا كملونا البردورات ما كملونا شيء وبارك الله فيكم جزاكم الله خير.